التحدي 23 بين محمد وميار ورؤوف وشزا. والآن نبدأ تحدي الأزواج مع سعيد جميل. أوبا 23، الحلقة 23. جاهزين؟ يلا 1 2 3. جاهزين؟ يلا 1 2 3. مالك عامل زي السقه كده ليه بيه؟ كان شكله يضحك قوي. لا انا عايز احييكوا تاني على الرقصتين الحلوين دول، بصراحه حلوين جدا. ودلوقتي اهلا بيكم في تحدي جديد من تحديات القاهره والناس. احنا لسه في الجوله الاخيره من دور المجموعات. مباراه النهارده مهمه جدا في المجموعه الثالثه. ال 16 فريق اللي اشتركوا معانا يا جماعه في التحدي كانوا ضيوف خفاف على قلوبنا، وكنا بنحبهم جدا وتعلقنا بيهم، وهم بصراحه الناس حبتهم وبقوا نجوم على السوشيال ميديا. بس احنا للاسف زي ما انتم عارفين فورمات البرنامج لازم هنودع 8 ونقول لهم هارد لك، ونكمل مع 8 تانيين في المنافسه على جائزه العمر اللي بتقدمها لنا شركه انيرشا للتنميه العقاريه، واللي احنا حابين نفكركم بيها من خلال الفيديو اللي جاي. جائزه تحدي الازواج مقدمه من انيرشا للتنميه العقاريه. الجائزه وحدة سكنية في واحد من مشاريعها العملاقة، والفايز بالتحدي كل اللي عليه انه يختار بين جولز القاهرة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، واللي بيتميز بموقعه الاستراتيجي بتصميماته المعمارية الفريدة ونظم الإضاءة والتهوية الطبيعية، وده كله وسط المساحات الخضراء الشاسعة، أو جفيرة الساحل الشمالي، وده واحد من أشهر المشاريع في الساحل الشمالي وأكبر مشروعات إنيرشيا على شاطئ البحر المتوسط بطول 2.4 كيلومتر. تم تجهيزه بشكل يناسب المعيشة طول السنة، يعني في جفيرة هتعيش حياتك كلها، علشان هنوفر لك الخدمة الطبية والتعليمية وكمان الرياضية، ومنطقة الداون تاون فيها مطاعم ومحلات، ده غير الفنادق السياحية. في إنيرشيا حياتك أحلى وخدمات موجودة وسهلة. أعلى 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 أعلى. الشقة جامدة. حلوة الشقة. هلا تمام. تعالوا نبتدي التحدي علشان نعرف في النهاية الفايز هيختار شقة ولا شاليه. بس قبل ما نبتدي عايز أسأل رؤوف وشذا، أخبار الفيدباك اللي جايلكوا عن البروجرام إيه؟ أو احتكاككوا الناس في الشارع عامل إزاي؟ لا أنا مستخبي، بس هو زي ما قلت لك. ثانية واحدة. أنت مستخبي. ليه؟ عشان متجوز تاني. متجوز مين؟ متجوز واحدة تانية. متجوز واحدة تانية؟ غير شذا؟ يا فشل. يا عم ما تهزرش يا عم رؤوف، يا عم رؤوف ما تهزرش. أكيد بهزر، كنت في علاج الموتى دلوقتي. أنت سايباها عادي كده؟ براحته بقى. أنت ما بتعمليش غير حاجة واحدة في البرنامج. كده أقول لك يا شذا تقولي لي. شغالة معايا على طول كده. بتصدم معايا. طيب إسراء إيه الأخبار؟ تمشي في الشارع كده الناس تعرفك بتعرف عليكي؟ لا هو أول حلقة كانت حلوة قوي. ده عامل فيها كارثة، سيبك منه. تاني حلقة لا كله كان استغبانة جامد يعني. لا لا ان شاء الله ما فيش غباء ولا حاجة، بس انا يعني عايز اقول برضو ممكن يكون السؤال سهل، بس مع التوتر والإضاءة والبرودكشن اللي احنا فيه ممكن الإنسان يتوتر، فده طبيعي جدا يعني. ما تحسبيش نفسك غبية ولا حاجة. محمد وميار. انت بتقول كلام زي الفل بجد. هو التوتر يا جماعه فعلا. ايوه والله العظيم هو انا بشوف التايمينج اتوتر، هو يا رب بقى اي حاجه. هي مشكلتها ان هي ما بتحبش حد، يعني لما باجي اتكلم معاها ما بتحبش ان الناس تعجلها، تتوتر. فلما بتتوتر بتحب تاخد وقتها. هي ميار ريلاكس كده وعايزه جو هادي كده. حوار ان الذكاء يبقى في حد عنده سرعه نبيها دي، ما لا هي بطيئه شويه. مين سرعه نبيها؟ لا والله يا جماعه بجد انا عايز اقول حاجه في حق ميار. ميار يعني ممكن تكون مثلا لما اتسالت اسئله سهله اتلخبطت، لان فعلا الجو بيساعد على التوتر. هو ده مش عيب فيكي، هو ده عيب فينا احنا. لا 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 احنا احنا بنلطف بس عشان ابوظه وانتم مروحين. انت الدنيا هاديه شويه. ندى ايه الاخبار؟ الفيدباك ايه؟ الفيدباك حلو، بس برضو اخر حلقه الناس استغبتنا جامد. استغبتكم كلكم؟ لا ان شاء الله هننزل بيهايند سينز وهننزل حاجات مقتطفات كده. برضو انتوا تعرضتوا لضغط برضو، يعني اول مره تقفوا قدام كاميرات، فبرافو ان انتوا طلعتوا البرفورمانس ده. وانا بشكركم جدا 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 على مشاركتكم في البرنامج. الفرق اللي معايا كلها بشكر الفرقتين دول، وبشكر كل الفرق اللي اشتركت بقى. انت بتودعنا صح؟ خلاص
لا خالص والله انا بجد بعتز بيكم وبعتز بكل الفرق اللي اشتركت معايا، بس انا بشكركم يعني ومش بودعكم ولا حاجه، لسه الحلقه ما ابتدتش وان شاء الله باذن الله نعمل حلقه تكسر الدنيا. النهارده المباراه الثانيه في الجوله الثالثه من المجموعه الثالثه، تعالوا نشوف فرق المجموعه ونفكركم بنتيجه الجولتين اللي فاتوا ونعرف المتسابقين بتوعنا استعدوا من خلال الفيديوهات اللي جايه ازاي. المجموعه الثالثه بتضم رؤوف وشذا، رولاند وهالة، محمد وميار، عمر ويارا، وتحدي الليله بين رؤوف وشذا ومحمد وميار. رؤوف سليمان، شذا فتحي. الماتشين اللي فاتوا في واحد اتعادلنا فيه وواحد خسرنا فيه، الماتش ده ربنا ييسر ان شاء الله. والله مش عايزه اتكلم هنعمل ايه الماتش ده، بس يعني ان شاء الله هنكسب. بلاش الثقه دي، بلاش. هو كفايه عليهم النظره دي، هو عارف النظره دي رايحه لمين. محمد عباس، ميار نصر. هي المشكلة ان كان مش مركزة الحلقة اللي فاتت ولا اللي قبليها ولا اللي قبلها ولا اللي قبلها. فهي ان شاء الله هتركز لما نروح يعني. النهارده مش هتركز بقى. لا هو صراحة الحلقة اللي فاتت معاها حق يعني قوي، يعني الحلقة الأولى برش. أنا لو قلت أخسرهم الحلقة اللي فاتت مش هعمل كده. رولاند وهالة حجزوا بطاقة التأهل لدور ربع النهائي بعد ما لعبوا 3 جولات وقدروا يجمعوا 9 نقط وسكور 170 نقطة. المنافسة على بطاقة التأهل للفريق الثاني جامدة جدا بين عمر ويارا اللي معاهم من 3 جولات 4 نقط وسكور 190 نقطة، ورؤوف وشذا اللي كان معاهم الجولتين اللي فاتوا نقطة واحدة وسكور 105. رؤوف وشذا محتاجين يكسبوا المباراة 90 نقطة. ماتش صعب ومحتاج تركيز. محمد وميار ممكن يقلبوا الطاولة ويبوظوا المجموعة مع انهم فقدوا فرصة التأهل لدول ربع النهائي، بس اكيد هيلعبوا ماتش جامد جدا. شكرا ربنا يخليك. جاهزين للتحدي اللي جاي؟ طيب قبل ما نبتدي التحدي في حاجات عايز اقول لكم عليها بعد اذنكم. التحدي ده تحدي يعتبر من التحديات الفاينلز. السؤال مش هعيده تاني، بمجرد ما قلت السؤال لو قلتي لي عيد السؤال او قلتي لي عيد السؤال مش هعيده. أول إجابة هتخرج من بقك هي بالنسبة لي المعتمدة، مش هقبل منك إجابتين. حضرتك بمجرد ما بتدوس على الجرس اللي قدامك بيبقى قدامك ثانيتين عشان تجاوب، تدوس عشان تحجز وتسألني تاني خلاص راحت. عرفنا التعليمات؟ عرفتوا الأسئلة نظامها إيه؟ تمام؟ طيب يلا نبتدي التحدي، ودلوقتي ادونا ميار وادونا شذا. سخير تنور. سخير تنور. طبعا احنا عارفين ان الضربات في حياتنا كتير، بس اهمهم ضربة البداية. شكرا. ضربة البداية طبعا انا هسأل كل واحدة من الهوانم سؤال عليه 5 نقط، وبعد كده بسأل الازواج كل واحد سؤال ب5 نقط والعزول ب15. قدامكم 10 مساء الخير. سخير حضرتك معايا. بمجرد ما هسأل السؤال قدامكم 10 ثواني، بمجرد ما بتدوسي قدامك ثانيتين بس عشان خاطر تقولي إجابتك. جاهزين يا هوانم؟ جاهزين إن شاء الله. مع الهوانم في الضربة الأولى. أكمل المثل. الكحكة في إيد اليتيم عجبة. إجابة مظبوطة. الله 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 ما شاء الله عليكي. الله مش هي مش هي اللي جاوب مش عارفها؟ ما انا عارف ان مش هي مش عارف المثل؟ ايه الكعكه في ايد اليتيم ايه؟ عجبه عجبه؟ اه هي جت من استراليا امتى؟ ميار جت من استراليا امتى؟ هي اصلا ما كانتش تعرف غنى عربي اصلا. لا بتاعت الملوخيه. ميرسي ميرسي على الملوخيه. شكرا ميرسي. خلاص يا جماعه بقى خلاص يعني مش مشكله يعني. الست ثقافتها مش هو. انتوا كنتوا عارفينها؟ لا عارفاها؟ لا ندى ندى ردي عليها يا ندى. ما عملت لها كده ايه؟ بجد اصل بقلم وبحصره قوي. طيب انا بشكرك جدا. الحمد لله عرفت. روحي دفي العيش وحضرتك روحي سخني الغدا وابعتوا لنا محمد وابعتوا لنا رؤوف. نشاطه ايه؟ نشاطه ايه؟ يا جماعه قبل الحلقه ما تبتدي الاستاذ محمد كان واقف بيقلدني ماشي، وكان مالي الدنيا ضحك وتريقه انا سيبته، بس انا عايز اشوف اللي مضى هنا بقى دلوقتي. ماشي يا ابو حميد؟ ماشي. مش عليا. وانتهمت بقى عشان ايه؟ ده رادي. اه عايزين نكمل على خير. مشيها ايه؟ طيبه. مع الرجاله. مع الرجاله الطيبه والضربه الثانيه. هو والله العظيم مش هاتش.
رتب الكلمات وكون جملة. لحبيبي يا عصفورة أنا لبقى وحبيبي إلي اسألي بيضة. أنا لحبيبي ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة بس مش أنت هو اللي سبق أهي نورت هو داس الأول أنت ببص له من تحت ليه؟ أنا ببص للنور يلا إجابة حالا أنا لحبيبي وحبيبي إلي لا جاوب يا بطل استوب اتفضل حضرتك أنت كده إجابة غلط اتفضل طب هو شال الكلام هنرجعها لك هنرجعها لك أهي 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 دوس الجرس ماشي أنا لحبيبي دوس الجرس الأول أنا لحبيبي وحبيبي إلي اسألني بس يا عصفور لا لا خلاص معلش معلش يا عصفور بس خلاص الإجابة غلط الحمد لله أجاوب أنا إيه صفر وصفر طب ممكن الإجابة معايا لا الإجابة طيب أنا هخليها تقول بس مش تاخد درجات ماشي أوكي اتفضلي يا ندى لو عارف أنا يا أنا لحبيبي وحبيبي إلي لعصفورة بيضة لا تسألي فيروز أنت كل شيء ما لهاش أي نقطة لا والله دي غلبانة والله بص قاعدة غلبانة إزاي ما عادينها في الميوتي كوردنر المعلم مالكش دعوة بيها وخليك في فريقك أنا بفهمك ماشي طيب دلوقتي بشكرك يا محمد خد صفرك ومع السلامه وحضرتك خد صفرك مع السلامه ودلوقتي ادونا اسراء وادونا ندى كل يوم بتشغل فيروز يا حبيبي يا حبيبي ايدي لقيت عصفوره طيب دلوقتي يا جماعه احنا هنبتدي الضربه الثالثه النقطه دي مهمه وب 15 حاجه سهله حاجه ساقعه اوكي ومعانا العوازيل ب 15 نقطه في الضربه الثالثه حل اللغز بتتضرب من غير سبب بتطير من غير أجنحة وبتتسبب في الفرحة والغضب ما هي؟ بلونة؟ إجابة غلط عندك إجابة؟ معرفش الإجابة هي الكورة البلونة مش هتستحمل حد لا عادي بنقعد نعملها كده والله أنا أقنعك لا دي لما نحط فيها رز لا للأسف الإجابة غلط ودلوقتي نتيجة ضربة البداية رؤوف وشذا وإسراء معاهم 5 بوينتس 5 نقط ومحمد وميار وندى على الصفر معاهم كحكة معاهم كحكة والكحكة في ايد اليتيم ايه يا ميار عجبة اي قالتها لك طيب الحمد لله طيب دلوقتي قبل ما نطلع فاصل حابب اقول لكم الفقرة اللي جاية اللي هي فقرة عارف ومش عارف ففقرة عارف ومش عارف مرة دخلنا الرجالة وخلينا الستات برة مرة دخلنا الهوانم جوه وخلينا الرجالة برة احنا المرة دي لا انتوا هتفضلوا قاعدين في أماكنكم بس المرة دي كل فريق هيختار هيدخل الراجل ولا يدخل الهانم يعني انت هتختار مين اللي يخش ومين اللي يقعد بره انا هخش بالاتفاق لا بالاتفاق لا انا خلاص هو انت بلطجي يا عم انت عايز اقعد شويه هو انت بلطجي بعد الفاصل عارف ومش عارف ضربة البداية المشكلة ان ميار مش عارفة الامثال اصلا المصرية مبدئيا ماليش الامثال خالص خسرت زي كل حلقة ما بجيبش ولا ضربة بداية في ضربة البداية انا اتلخبطت بس بعصفورة بيضة هي بيضة بيضة ولا بيضة اللي هي بيضة الاغنية انا اتضايقت قوي ان رؤوف معرفهاش عينه على طول بيشغلها اول مرة من ساعة ما بدأنا البرنامج اعرف مثلا الفزورة كانت صعبة زي الحلقة اللي فاتت بالظبط لو فاكرين نفسكم في الجولتين اللي فاتوا كنتوا عارفين فانا بقول لكم وكل ثقه ان انتوا في الجوله دي هتبقوا عارف ومش عارف في الجوله الاولى الرجاله كانت بتخش القفص الزجاجي والستات هي اللي كانت معايا بره وفي الجوله الثانيه حبسنا الستات والرجاله هي اللي كانت معايا بره في الجوله الثالثه بقى احنا سبنا لهم الاختيار كل واحد يختار مين اللي يقعد جوه ومين اللي يطلع بره ليه يا استاذ محمد ما خليتهاش هي بره ليه هي كده تبقى مرتاحه اكتر هي كده مرتاحه اكتر انت متاكد طيب شذا ازاي قدرتي تسيطري عليه وتدخليه جوه ده محل سيطره عليه. طبعا الجو الشو ده كاميرات بس كنا مسيطره يعني الحبتين اللي بيعملهم قدامنا ده في اي كلام بس انت بتدي له برستيج اي نعم بيتاخد منه في البيت تاني بس ايه كله تعبيرات على الوش مفيش اي حاجه استاذ عشان مفيش حاجه تتمسك عليا برافو
طيب دلوقتي يا جماعه هسالكم ثلاث اسئله، كل سؤال بخمس درجات ونشوف التطابق. جاهزين؟ جاهزين. طبعا هنبتدي من عند الاستاذه شذا لان هي كسبت ضربه البدايه. والسؤال الاول عند الاستاذه شذا بيقول: اول حاجه بتحطوها في شنطه السفر وانتم مسافرين المصيف؟ 9 8 7 الفوط. مش عارف اباظه جاي النهارده يضحك ويروح. اقول ايه يعني؟ جاي مستمتع انت؟ ماشي اوكي، دي اول حاجه. في حاجه ثانيه بتتحط؟ هو مش انا جوزك؟ جوزك جوزك. ليه بتسالي هو ليه؟ يا استاذ. ايوه انا معاكم. دلوقتي احنا سالنا المدام، قلنا لها اول حاجه انتوا بتحطوها في شنطه السفر هي ايه وانتوا مسافرين المصيف؟ الله. ايوه ايه؟ ما تقول اختيارات. ما يعرفش. ما فيش اختيارات. جاو. صح ولا غلط؟ يا راجل حرام عليك يا راجل. ما انا بخاف انساهم. لو سمحت يا استاذ تعالي كده يا شذا والنبي خلينا نشوف. يا استاذ. ايوه. ايه يا حبيبي في ايه مالك؟ هو لا دي حاجه زي اللبس عادي. زي اللبس عادي؟ طيب اذا كان زي اللبس عادي مش مشكله. أيوة. طيب كده خلاص انا هاخد الاجابه بتاعتك والاجابه غلط. ماشي. ده مش سؤال والله. الاجابه هي الفوط. ما ده تاني حاجه. اقفل الصوت عليه. ايه ده يا حاجه؟ ده انت عايشه معاه ازاي ده؟ الله يكون في عونك. يا خرابي. ماشي. انت جاهز يا حاج محمد؟ السؤال التاني عند الاستاذ محمد اباظه وبيقول: لو انت مسافر بره اول حاجه مراتك هتطلبها منك وانت راجع يكون ايه؟ ميك اب. اوكي. دخلونا عند الاستاذه ميار. استاذه ميار مساء الخير. مساء النور. معلش طولنا عليكي. انا مجهز شنط كده وليالي سودا. معلش. دلوقتي احنا سالنا الاستاذ محمد وقلنا له لو هو مسافر بره اول حاجه بتطلبيها منه وهو راجع يجيبها لك هتكون ايه؟ مفيش خيارات. اول حاجه يجيبها لي وهو راجع؟ لا ميك اب. فاهمها انا اللي جبت. خلاص يا معلم، خلاص يا معلم، برافو، ادوا له خمس نقط. عرفني قوي. طيب السؤال اللي جاي عند شذا هانم وبيقول: اول واحد حضرتك بتلجئي ليه لما بتتخانقوا؟ اسراء. بجد؟ حصل. ده انت شايله بلاوي يا اس. طب ارجعي لي كده شويه. نفتح عند الاستاذ رؤوف. يا استاذ رؤوف مساء الخير. مساء النور. اول حد شذا بتلجئ ليه لما بتتخانقوا؟ اسراء. ومفيش اختيارات. انتوا قفلتوا عليه الصوت تاني، انتوا خايفين منه للدرجه دي؟ يا رؤوف. ايوه فعلا اجابه صحيحه ويحصلوا على خمس نقاط. شكرا. والسؤال اللي جاي عند محمد وبيقول: مين الانسان او الانسانه اللي ماير قالت لك عليه يانا يا هو او هي؟ لا ما فيش. ما فيش. ما فيش. عمرها ما خيرتك او حطت نفسها قدام حد تحدي زي ده؟ لا صحيح. خالص؟ خالص. طيب هي ست طيبه اساسا، يعني مستحيل هتعمل حاجه زي كده، بس هنشوف. نفتح عند الاستاذه ميار ونقول لها مساء الخير يا استاذه ميار. مساء النور. اخبارك ايه؟ معلش طولنا عليكي. طيب احنا سالنا محمد وقلنا له مين الانسان او الانسانه اللي انت قلتي له يانا يا هو او هي؟ طب لو ما فيش. لو ما فيش يبقى هتاخدي خمس نقط. الحمد لله. طب الموضوع سهل اهو. والله ست طيبه والله. شفت الحوارات كانت ملخبطاكم، بس هي والله طيبه. أيوة ويعني لما بناخدها بالراحه كده والله. بص يعني تمام. ايوه انا حاسه ان انت بتكلمني بالراحه فعلا. لا خلاص بقى، خلاص ايه الاوفر ده. طيب السؤال اللي جاي عند شذا وبيقول: ممكن تقول لنا اول اوضه جهزتوها في الشقه كانت ايه؟ اوضه النوم. بجد؟ او كلهم مع بعض. أنا قلت هاخد الإجابة الأولى، خلاص؟ أول حاجة طلعت من بقها هي إسراء. أوضة النوم. شكرا. مبسوطة أوي.
طيب نفتح عند أوفا باشا. يا رؤوف باشا. ايوه يا رؤوف باشا، انا معكم. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله والد عمي. النبي ركز قبل ما ترد، علشان في يعني موظفين بتطير وحلقات بتتقطع، يعني في شغل. ها لا لا انا معاك. طيب دلوقتي احنا سالنا مدام شذا وقلنا لها اول اوضه جهزتوها في الشقه وخلصت كانت ايه. اول اوضه جهزناها في الشقه وخلصت كانت ايه؟ ايه السؤال ده؟ استر يا رب والنبي. قدامك 5 ثواني. 4 اوضه النوم. 3 اجابه مظبوطه. طب ما هي طلعت اوضه النوم اهي. لا هو حظ والله. ان شاء الله هو حظ. طب استني كده يا اوفا. ايوه هو كان حظ ولا انت رزعت اي حاجه يعني ولا فعلا دي حقيقه؟ لا حظ والله مش فاكر. يقفلوا عليه الصوت. اخر سؤال عند محمد باشا وبيقول حاجه كان نفسها تعملها في الشقه وما عرفتش. هي حاجه كان نفسها تعملها في الشقه وما عرفتش. تايم تايم تايم. اني ما تخليش الكلاب عايشه معانا. اوكي طيب نفتح عند ميار هانم ونقول لها مساء الخير يا ميار هانم. مساء النور. دلوقتي احنا سالنا الاستاذ محمد وقلنا له حاجه كان نفسك تعمليها في الشقه وما عرفتيش. مفيش. مفيش. شكرا. الاجابه غلط. ايه ده؟ ايه انك تمشي الكلاب؟ نمشي الكلاب. اه يا انا كده مش هجيبها يعني. نو كومنت. ودلوقتي احنا خلصنا التحدي الثاني. فريق روف وشذا معاه 15 نقطه، فريق محمد وميار معاه 10 نقط. لسه مكملين في التحدي الازواج على شقه العمر من انيرشيا. وبما ان الصمت لغه الازواج، اللي جاي بقى ايه؟ بدون كلام. وطبعا زي ما انتم عارفين النتيجه حتى الان 15 عند رؤوف وشذا واسراء و10 عند محمد وميار وندى. وزي ما حضراتكم شايفين الفرقتين واقفين يردحوا لبعض، واحده بتقول لها هقتلك والتانيه بتقول لها طز فيكي. فالحقيقه الموضوع قالب بخناقه، يعني اتنين بيتخانقوا في البلكونات. بس ما تقلقوش، اللي جاي مختلف. الجديد عند عمو سعيد. الصندوق اللي قدامكم ده فيه 9 أماكن، 9 أظرف، 9 حركات. تعالوا نغير ودونا إسراء. أهلا وسهلا. يا إس إيه الأخبار؟ تمام كله تمام؟ أوه. يلا مش هختار واحد بقى. لا أنت براحتك. عشان المرة اللي فاتت بقى. عشان المرة اللي فاتت بقى. إيه؟ المرة اللي فاتت واحد عمل مشاكل معاكي. معلش خدي اصعب. يلا طيب الستة ده بيمثل حاجة؟ اه الشهر اللي اتولدت فيه. بجد كل سنة وانت طيبة. طيب عيد ميلادها امتى؟ شهر 6 23 بجد؟ 22 24 بتستني بقى. مش دي سيستر برضه ولا ايه؟ بس بص غش بتغششي والله العظيم. والنبي حيوا الست دي دايما بتسنده. ايه هتضربي في 2؟ ماشي بجد؟ اسراء ربنا يستر. ماشي ركزوا معايا. عادي عادي ماشي جاهزه؟ اه يلا اتفضلي. ومعانا اسراء اختارت الضرب في 2، يعني بتلعب ب 10 نقط. هنبتدي معاها التحدي. اتفضلي. شخصيه. دكتور هارت قلب. دكتور قلب. هو دكتور قلب؟ اه مين الدكتور قلب؟ كان مين؟ صحيح. دكتور قلب أطفال؟ دكتور قلب أطفال؟ بتاع الكبير قوي؟ اسمه إيه؟ اللي هو ربيع دوت ولا مش عارف اسمه إيه؟ كان مين؟ طب قولي تاني بالراحة 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 عادي معانا وقت. مين دكتور مجدي قلب؟ مجدي يعقوب؟ أنا عارف الدكتور بتاع الكبير. تعالى تعالى. ده مصر ما فيهاش غير مجدي يعقوب واحمد زويل. ماشي انا قلت دكتور افلام يعني. يا دكتور افلام ليه؟ ما تفرقش على شخصيات عامة. امشي يا اخي. ما تفرقش على كده. دي مصر ما فيهاش غير زويل ويعقوب. يا ابني حرام عليك. مغني.
ايوه انا قلت برضه حاجه ده اللي مترجم الدنيا وعمال تقول لك قلب اطفال قلب اطفال شويه وهترضع وتعمل فيها عيل صغير الحمد لله انت الخرج الخرج وجيرانك في التاسع قاعدين خلاص هيرجعوا يعني جيرانك في التاسع كنت عارفينها بذمتكم ايوه اكيد انا كنت هسال على الدكتور هو انت دايما بتسال دي مره هاري نطقت يا اخي ايه ده للدرجه انا مش مصدقك يا مايور بس يا جماعه خلاص خلاص يلا ادونا بقى ندى يلا هتختاري ايه؟ أربعة يا مسهل يا رب بيمثل حاجة؟ خالص ولا أي حاجة عشان كده اخترت على الله اوكي هتضربي في اتنين؟ لا اوكي يلا جدع اتفضلي حضرتك ومعانا ندى هانم أنا وأنتوا خمس درجات نبتدي معاها فيلم ثلاث كلمات أول كلمة أنتي أنا 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 تاني كلمة في أنا في غلط أنا على تالت كلمة أنا مش هنا أنا إيه؟ أنا مش أنا مش أنا مش أنا مش أنا مش أنا مش أنا أنا مش أنت أنا مش إحنا أنا مش أنا مش كلنا أنا مش بعض أنا مش هؤلاء أنا مش الناس انا مش انا مش انا فيلم انا مش قديم انا مش عارفني جديد في النص بتاع كريم عبد العزيز اربعه انا مش استني انا خليك واقفه جنبي انا مش معاهم انا مش معاهم احمد عيد احمد عيد وبشرى يلا هارد لك يا جماعه معلش هارد لك الحمد لله أنا مضربتش في اتنين قلبها حاسس كان قلبي حاسس الآن أيها السادة المشاهدين مع الموقف اللي ربنا ما يحط حد فيه مع الإنسان اللي ربنا يستر لما يقف مع أي حد الآن مع الأستاذ رؤوف أنت بتتليف ولا إيه فيه؟ ربنا يستر ربنا يستر سبعة سبعة؟ بيمثل لك حاجة ده؟ لا أنا أحب رقم سبعة ماشي هو رقم مؤدب انتوا خلاص مش هتضربوه في اتنين ماشي 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 ايه خلاص تمام 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 يلا بينا بسم الله ثابت بقى واقفل بقك وما تفرهدناش نركز ماشي مع رؤوف خمس نقط نبتدي مع التحدي فين اخر واحد اول واحدة طريق جاي في مهمة سرية دي ولا ايه؟ جاي في مهمة؟ جاي في طريق مهمة ايه في البقك؟ جاي في تحدي ايه في البقك يا اوفا؟ جاي في السريع ولا اعرفه عشان ايه فيلم ده؟ ماجد الكدواني وريهام عبد الغفور والان مع الاستاذ البطل مع اطول واحد في البرنامج الاستاذ محمد اباظة اختار يا باشا انت بتعمل سحر ولا ايه؟ اختار تسعة عشان هو عارف ان ده شهر هو بيموهني حط ايده فوق راح نزل ايده تحت مش مشكلة طيب لف وارجع تاني تضرب في اتنين؟ ايه الثقة دي؟ طيب ثواني بقى في النص كده خليك في ندى اصلا خليك في انا فاتني افيه ولا حاجة؟ طيب خليك في النص معانا الأستاذ محمد ضرب في اتنين يعني معاه عشر نقط نبتدي معاه شخصية ايه في البقر عبدو ايوه تعالى بس تعالى 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 بقى تعالى تعالى لو سمحت جنبي تعالى بقى لو سمحت خمسة أمواه يعني انت عملت ايه؟ ايه في عبدو خمسة أمواه خمسة أمواه حلوة ايوه حلوة لا عجبتك؟ طبعا جاي في السريع ها؟ امال اعمل ايه سريع ودلوقتي مع شاذة هانم
بسم الله. بسم الله. اتنين بيمثل لك حاجه ولا اي حاجه؟ ولا اي حاجه. لا ايه ده في ايه ده؟ ما تبصليش كده. لا خلاص مش لاقي. ايه لا مش لاقي. بس نركز بقى، استني قبل ما نسقف ونهتف. تعالي بس تعالي. مبدئيا ده كده ماشي ماشي. مبدئيا ده اللي مطلوب. مبدئيا ده اللي ماشي مطلوب. اوكي خلاص بقى استعوض ربنا على خمس. على الله جربنا. ليه 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 ان شاء الله باذن ربنا. ماشي يلا استني كده اما اشوف. اوكي ومعانا الاستاذه شذا بخمس نقط وربنا يكرمها ونبتدي معها التحدي. مغني اغنيه من ثلاث كلمات. كلمات كلمه في النص ثاني كلمه يعني. نايم حنين. طيب طيب اول كلمه. طب محمد طيب اباظه. هو هو طيب هو طيب. ثالث كلمه. هو طيب ايه بقى؟ هو طيب عليا. هو طيب خاطري. هو طيب انا. هو طيب إحنا. علينا انا وانتي متجوزين. هو طيب ايه بنتشاكل. هو طيب ايه؟ طيب هو طيب الفرن كمان 8 ثواني ما تقلقي. هو طيب ايه؟ قولي قولي. هو طيب ايه؟ مش عارف ايه اللي انا وانت معاك يا عم. ازاي بقى؟ طب ثواني 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 ثواني. انت عرفته هو طيب؟ دي معاك يعني؟ معاك. هو طيب معاك. الست اتشلت. صح صح صح. هو طيب معاكي كمان. بس هو طيب معاكي مش معايا. طيب. سميرة سعيد. عارفين الاغنيه ولا مش عارفينها؟ بتاعت سميرة سعيد. هو طيب معاكي. هو حنين معاكي. هو طيب طيب. هو مش عارف ايه. ايوه عايزك تنزل وتستحضر وتطلع. تحية طيبة. ودلوقتي براحتك بقى لو وش. معانا نجمة التحدي. الأستاذة ميار ومعها خمس نقط وربنا معاها وكل البرنامج وكل الناس وكل حتة بيدعوا لها. بقول لك إيه؟ عايزين ناخد ده أز تشالنج. تشالنج ماشي؟ 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 بتكلم بجد بقى. وريها لي بس أربع خمس مرات كده. شجعها بقى شجعها يا باظة. لا لا دي هتبهرنا دي بقى. لا لا ألو؟ ميار موجودة؟ ماشي. يعني حاولي تفكري في كلوز كلو كده يعني. مفتاح ماشي تمام. ماشي يلا. حاجات شبيهه يعني. ومعانا في التحدي دوت خمس نقط ونبدا. اغنيه كلمتين. اول كلمه طفل. حاجه طفل. اطفال. صغير. صغير. بيبي. عيال. نونو. اسمه ايه بتاعت ويجز؟ خلفتي. ابني. ابني. تاني كلمة. ابني. تاني كلمة بقى. تاني كلمة. ابني. معاهم. ابني كبر. كوكب. ابني. أول حرف في ألف لام. ال ابني ماشي. ها ابني البطل. اثنين واحد. قول لهم بقى قول لهم. ابن بلد بتاع محمد فؤاد. بس انا عايز نحييها لان هي فعلا يعني جابت النص الاولاني صح. جابت العيل كويس صراحه يعني. انت بتبص لنا لينا مالي؟ انا بشجع مراتك. اصل البلد سهله. ايه ازاي؟ طب ازاي بقى؟ ازاي ترفع الجلابيه؟ اذا في ايه ده بقى؟ ده كده بلد. ابن بلد. ما بلد بلد. طب ماشي ماشي. ترفع الجلابيه. هقول لك على حاجه. ايه ترفع الجلابيه؟ اوكي خلاص اهدى. لو سمحت يا ميار الحلقه الجايه تيجي لابسه جلابيه عشان نحقق له اللي هو عايزه. ما هو في حاجتين تعمل البلد. طيب الحلقه الكوميديه دي اللي مش عايزه تخلص اللي كلها قفشات نتيجتها حتى الان هي 30 عند رؤوف وشذا واسراء و20 عند محمد وميار وندى. التحدي التحدي مش سخن خالص. التحدي كوميدي وإفيهات وحاجات غريبة بشوفها لأول مرة. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل التحدي الكوميدي تحدي الأزواج.
عارف مش عارف. انا عايزه اقول لك ان انا جيت دماغي حوار الكلاب ده عشان انا جت عليا فتره قلت هنمشي الكلاب وبتاع، بعد كده رجعت في كلامي، يعني كانت لحظه عصبيه بس. في البدايه اول ما اتجوزنا كان ما كانش عندها مشكله. فعارف ومش عارف رؤوف واختار يبقى جوه عشان كان فاكر ان هو هيجاوب اكتر. حسب ان انا اللي هعرف اجاوب يعني، بس احساسي ده غلط. بدون كلام في ابن بلد يعني مش عارفه، ما جاش في دماغي حوار العالم ده خالص يعني. يعني تمثل بلدي دي في كذا حاجه، ان هي تشاور بالعالم او ان هي تشاور بالعالم. ما جاش في دماغي برضه حوار الجلابيه دي، عمرها ما كانت هتيجي في دماغي. حوار الجلابيه عادي بلدي، فلما نقول الجلابيه فنقرب بلدي فنعرف ابن بلد. انا مش معاهم دي، ما عرفتش اعملها، بس هم جابوا اول كلمتين بس، الثالثه بقى ما لحقتش الوقت. بدون كلام كانت طالعه لي الاغنيه بتاعت هو طيب معاكي، فعرفت اجيب اول كلمتين على اساس ان هم يعرفوا بقيه الاغنيه، بس ما عرفناش نمثل اخر كلمه في الاغنيه. مثلت كويس والصوره شرفتنا كمان الحمد لله. هو طيب معايا بجد؟ ينفع ما جاوبش؟ اول ما شفت اللي طلع لي لا كان الدكتور مجدي يعقوب، لا تفاءلت وقلت يلا نضرب على طول في اتنين، غلبوني وتوترت في الاخر عمال اعمل لهم كده ومفيش خالص. داخل ما بين اتنين بنقول عليه ايه يا محمد يا صاحبي؟ عزول. شكرا. اوكي، في الجولتين اللي فاتوا العزول كان معايا هنا والزوجين هما اللي كانوا في العزل، وبما ان العزول كان فعلا عزول فاحنا قررنا نعزله ونطلق سراح الزوجين اللي معانا. ايه رايكم؟ تمام. انتوا هتبقوا معايا؟ معاك. والعزول اللي جوه بصي هي قاعده عماله في حفله، بصي مش ممكن. بتسلطنه اخر سلطنه، وانتوا برضو نفس الموضوع، انتوا برضو ايه؟ لا دي هاديه، انا مستنيه حكم الاعدام. طيب دلوقتي هنبتدي اسئلتنا، هنسالكم سؤالين، كل سؤال بخمس نقط اجماليه ب 10، في حاله التطابق هتاخدوا ال 10، في حاله عدم التطابق مش هتاخدوا حاجه. طيب وزي ما احنا متعودين هنبتدي عند شذا ورؤوف، وسؤالهم الاول عن العزول بيقول: عزولكم اشترك معاكم في البرنامج، جاي بالعافيه، جدعانه منها، هتاخد فلوس، هتقسم معاكم الجايزه. تيك تاك. جدعانه منها. تيك تاك. جدعانه منها. هي جدعه الصراحه. جدعه. طيب افتحوا لنا عندها كده. اسراء هانم. انا نمت خلاص. طيب احنا سالناهم انت اشتركتي معاهم في البرنامج؟ ايوه. عشان تقسمي معاهم الجايزه؟ اه. هتاخدي فلوس؟ اه. جدعانه منك. جايبينك بالعافيه. خمسه اربعه. ما في اجابتين. قولي. طب قولي الاقرب لقلبك. جدعانه. برافو. والله انا عارف، والله الجبت دي كويسه والله. عايز اعرف الاجابه الثانيه كانت هتبقى ايه؟ في اجابتين. ايه الاجابه الثانيه؟ قولي لي الاجابه الثانيه كانت ايه؟ هقسم معاهم بس شوزه قالت لي هتديني بلطتين بس. كانت عينيها على الشقه. يا جماعه حيوها، حيوها والله. حيوها على صراحتها. والله العظيم طيبه، ربنا رزقك باخت وزوجه بصراحه، يعني الله يكون في عونهم هم. الحمد لله، الحمد لله. طيب اقفلوا عليهم الصوت. السؤال اللي جاي عند محمد وفريقه وبيقول: عزولكم بيتقمص منكم لما تعملوا اكل هو ما بيحبوش، لما ما تردوش عليها، لما تخرجوا من غيرها، لما تدفعوها في الخروجه. وعايزين نلحقها لان الموضوع دخل في كده، فيا ريت نلحق بسرعه. لما ندفعها في الخروج. ماشي، انتوا بتدفعوها صح؟ ماشي. طيب استنى بقى، استنى اكتر. بص واحده معاها. بص انا عايزك ايه، هي مش سامعانا. بص بقى هي، بص بتعمل ايه؟ بص. مولاي يا مولاي. مولاي. يا ندى. بتعمل هنيدي دي. ندى يا ندى سلام عليكم. بص هتفصل دلوقتي. مولاي. يا ندى. نعم. انت بقول لك ايه، هو انت بتسمعي ايه يا ندى؟ اغنيه فبرقص عليها يعني. طب اول ما لقيتي مولاي داخل عليكي قلت ايه؟ الصوت الحلو ده. الصوت الحلو ده. طيب احنا سالناهم
انت بتتقمصي منهم لما يعملوا اكل انت ما بتحبيهوش، لما يدفعوكي في الخروجه، لما ما يردوش عليكي، لما يخرجوا من غيرك. وعادي ممكن تكملي هزه دماغ عادي مش هنتضايق. لما يدفعوني في الخروجه يا ولا. هما بيدفعوكي في الخروجه. طب يا جماعه شغلوا لها بقى حاجه كده ديسكو علشان خاطر تفقد الوعي، علشان من الواضح ان هي اصابها تعبانه. نرجع لها تاني. صح 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 يا قلبي. صح صح يا قلبي. صح 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 يا ضنايا. مش هتجيبي اللي عليك بقى. عشان ردت لك المره الجايه بقى اعزموها عشان خاطر الركن ده انا خايف اروحه. تعالى تعالى كله تيت تيت تيت. سمي لو تعالى. السؤال الجاي في التيت بيقول اكتر حاجه عزولكو بيحب يعملها في البيت، الطبيخ، الغسيل، الشاي، بروتا وما بتعملش حاجه. والله عارف هتختار ايه. يلا مش هعيد اسئله. الشاي اوصف لك يا حبيبي الشاي. افتحوا لنا بقى. اسراء هانم ركزي. هيا ربنا يستر. اخبارك ايه؟ الحمد لله. رؤوف لو سمحت ما تتكلمش عشان هلغي الخمس نقط واحتمال اطلعك بره. لا خلاص. طيب انا كده كده طالع بره. سالناهم. خلاص بقى ما تقلبش عليه المواجع. سالناهم اكتر حاجه انت بتحبي تعمليها في البيت. هل هي الطبيخ ولا الشاي ولا الغسيل ولا بروتا وما بتعمليش حاجه؟ قدامك خمس ثواني. تيك تاك تيك تاك. معلش ينفع تاني ولا لا؟ الطبيخ، الشاي، بروتا، ما بتعملش حاجه. قدامك ثلاث ثواني. واحد. الطبيخ. شكرا. اجابه غلط. مين دي يا اسراء؟ قلت هي مقصوف الرقبه. انا قلت الشاي. سؤال بس، انت بتحبي الطبيخ؟ عادي. بتستعيني بيها شذا؟ انا بستعين بيها؟ اكيد. بجد؟ طب استغربتي من سؤالي ليه؟ يعني بس هي بتعمل الشاي اكتر. لا يعني هي بتعمل الشاي اكتر. يعني بتعمل الشاي اكتر؟ يعني اكتر يعني حاجه مشهوره بقى الاكل. يعني انت بتستعين طول النهار. روحي هات لنا كوبايتين شاي. تعالي هات لنا كوبايتين شاي. الاسهل يعني. الاسهل؟ ماشي اوكي. السؤال الأخير في الجولة دي عند محمد وبيقول أكتر حاجة بتكرهوها في بيت عزولكو. لا ده الموضوع تطور. بصوا يا جماعة بصوا. أوبا أوبا. هي خبطت يا مصعب دي. أكتر حاجة بتكرهها في بيت. يا نهار أسود. يلا قول. يلا يا جماعة بسرعة. أكتر حاجة بتكرهها في بيتهم. ماشي الهزار التقيل في بيتها هي. ها بيت العزول. أكتر حاجة بتكرهها في بيتها. اوكي بيت. انها تعمل شاي، الهزار التقيل، حد يلبس هدومها، تنشر الغسيل. حد يلبس هدومها ولا تعمل شاي؟ من ندى ما بتعمل شاي. لا لا وعادي يلبس هدومها. يلا قول لي الاختيارات تاني. اثنين واحد. قول لي اجابات تاني ما سمعتش. تلبس الهزار التقيل تعمل لي شاي، حد يلبس هدومها، تنشر الغسيل. هدومها غير رسالي. حد يلبس هدومها. اوكي شكرا. سبحان الله. يا جدعان يا جدعان والله العظيم دي اسطوره. انا مش عايز اقفل. انا مش عايز اقطع اللحظه الحنينه دي. بص 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 هتسقط دلوقتي وتقول. لا لا هي اصلا هي خبطه تقريبا. بس يا بس يا حبيبي. بس يا حبيبي. بس يا حبيبي. بس ماشي. ايوه ماشي خلاص. مضطرين. بص بص اول ما تسمع صوتي مولاه. معلش فصلنا عندك بالله. معلش سوري قطعنا السات اللي كنت بتسمعيه. ندى اخبارك ايه يا ندى؟ كويسه. سألناهم أكتر حاجة أنت بتكرهيها في بيتكم، الهزار التقيل، تنشري الغسيل، تعملي شاي، حد يلبس هدومك. حد يلبس هدوم. طب يا جماعة بلغوا إسراء. يا إسراء ارفعي التكسافين. ارفعي ارفعي كمان ارفعي. يا ندى خلاص ارفعي. أنا قاعدة كده خلاص. فك خلاص. انت ما كنت مبسوطه وانت نايمه؟ بصه كده. انا بصه كده اصلا. سايبني؟ طب خلاص احنا قلنا نفك عليكم شويه دلوقتي. لا خلاص راحه. فين يا حاجه؟ خش الله يخليكي. بس هتبردي. خش بس دلوقتي. خش دلوقتي. خش هتبردي. تحمست شويه معلش. طيب ونتيجه التحدي لحد دلوقتي رؤوف وشذا واسراء 35 بوينت، محمد وميار وندى 30. الموضوع سخن وقلب من كوميدي لاكشن وشعرهم في التحدي مفيش حد أدي. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل تحدياتنا في تحدي الأزواج.
فقرة العزول ندى جاوبت على كل الإجابات صح. ندى جاوبت على كل الأسئلة. كنت مقدية بس كنت خايفة من إجاباتهم هم يعني، بس الحمد لله جاوبوا صح. طلعوا عارفيني بقى فعلا. فقرة العزول إسراء الحمد لله يعني هي اللي نصفانا من ساعة ما البرنامج بدأ. لا إسراء طول عمرها تمام. هم اختاروا حاجة اللي أنا ما بحبش أعملها أصلاً، كنت بعملها زمان، كنت بتضرب زمان عشان أعمل هو الشاي، فأنا قلت إن أنا بحب أطبخ بس الشاي لأ. وصلنا لآخر تحدي في مباراة النهاردة، وفي الخناقات الكبيرة لازم ظهرنا يبقى في ظهر بعض. التحدي لسه زي ما هو بكل تفاصيله، بس بقى فيه خناقة كبيرة بجد، ولازم نبقى في ظهر بعض. المتسابقين واقفين في ظهر بعض بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، قدام كل واحد فيهم في ثلاث زراير. هسألهم سؤالين لكل فريق، كل إجابة صحيحة بخمس نقط للاعب. إجمالي النقط في الجولة الواحدة ليكم أنتوا الثلاثة 15، يعني الجولتين ب30. جاهزين؟ جاهزين. هنبتدي. السؤال الأول لرؤوف وشذا وإسراء، والسؤال بيقول: كم عام استغرق بناء هرم خوفو تقريباً؟ 20 سنة، 30 سنة، 25 سنة. ايه تاني؟ انتوا التلاتة غلط وخسرتوا 15 نقطة. الإجابة 20 سنة رقم واحد. هارد لك يا جماعة. نطفي الأنوار ونغير مع بعض. والسؤال الأول عند محمد وميار وندى بيقول: كم عدد الأحجار المستخدمة في بناء الهرم الأكبر تقريباً؟ جاوب يا أخوي. جاوب يا أخوي. 3.3 مليون، 4.4 مليون، 2.3 مليون. كده درس تاريخ أو عدهم. محمد وميار جاوبوا نفس الإجابة، ودي إجابة غلط. الإجابة الصح عند ندى 2.3 مليون. آخر سؤال في تحدي الليلة لرؤوف وشذا وإسراء بيقول: السؤال اللي بتحبه رؤوف. أنا في أكيد فيني سؤال. في أي عام تأسس نادي الاتحاد السكندري؟ لا 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 الله، قلت مش عايزكم. 1915، 1916، 1914. إيه ده بقى؟ إسراء خليكي معنا هنا. إسراء عايز أبص بس على لا جاوب أي حاجة في الفرقة يعني. رؤوف وإسراء جاوبوا نفس الإجابة، ودي إجابة غلط. الإجابة الصح عند شذا، وخمس نقط عند شذا. 1914. طيب نغير مع بعض. آخر سؤال في تحدي الليلة بيقول: في أي عام تأسس نادي الإسماعيلي؟ 1925، 1926، 1924. مش درجة التأسيس يعني. الإجابة الصح عند محمد 1924، وخد خمس نقط. وبكده نتيجة تحدي اليوم 40-40. ونتيجة المجموعة الثالثة
بعد تحدي النهارده رولاند وهالة 9 نقط وسكور 170 نقطة، وفي المركز الثاني اللي خطف بطاقة التأهل الثانية في المجموعة بتعادل فريقين النهارده عمر ويارا ومعاهم 4 نقط وسكور 190، وفي المركز الثالث بنقطتين رؤوف وشذا وسكور 145، وفي المركز الأخير محمد وميار بنقطة واحدة وسكور 120. هارد لك للفريقين النهارده، كنتوا هايلين وتعودوها في مواسم ثانية. استنونا بكرة وتحدي جديد في تحدي الأزواج على شاطئ العمر من إنرشا على القاهرة والناس. هذا البرنامج برعاية